بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائي طلبة وطالبات الصف الثاني الثانوي لغات، أهلا وسهلا بحضراتكم في حصة جديدة من حصص الكيمستري. هنبدأ دلوقتي يا جماعة موضوع جديد. احنا آخر حاجة خدناها المرة اللي فاتت كان الإلكترون أفينيتي، تمام؟ طيب النهاردة بإذن الله هنتكلم على الإلكترون نيجاتيفيتي ونعرف إيه الفرق ما بين الاثنين. أفكر حضراتكم الأول، الإلكترون أفينيتي لو تفتكر حضرتك كانت سينجل أتوم بتعمل كابتشر للإلكترون وكانت بتتحول إلى أنايون أو نيجاتيف أيون، وكان في إنرجي ريليز. فاكرين يا أولاد إنرجي ريليز، أو كنا بنقول إنه الدلتا إتش نيجاتيف ساين، ده كان الإلكترون أفينيتي. طيب أمال بقى يا مستر ايه هي الالكترونيجاتيفيتي؟ تعال نشوف مع بعض. بص المنظر الجميل ده عباره عن ايه. دي الاتوم، تمام، ودي اللي حضرتك شايفهم دول تي الكترون الكترونز اوف انذر اتوم. ففي عندي هنا الاتوم دي بتعمل ايه؟ ايوه بتعمل اتراكشن للالكترونز دول. منين بقى؟ من انذر اتوم، من انذر اتوم. طب يا مستر حضرتك عايز تقول ايه؟ عايز اقول ان في الالكترون افينيتي كانت الاتوم سنجل، كانت انبوندد، ما كانتش مرتبطه باي اتوم تانية. الموضوع بقى هنا يا جماعه مختلف. ازاي؟ في عندي اتنين اتوم، تمام، واحده منهم هتشد الالكترونات من التانية فبنسميها مور الكترونيجاتيف اتوم، تمام. يبقى اللي هتشد الالكترونات دي الالكترونيجاتيفيتي بتاعتها عاليه. يعني ايه الالكترونيجاتيفيتي؟ يعني الابيليتي اوف ذا اتوم تو اتراكت ذا الكترونز اوف ذا بوند. يعني خلي بال حضرتك دي عباره عن بوند. اي بوند يا جماعه عباره عن اتنين الكترون. بص اهي دي بوند. طيب اللي يشد الالكترونات ناحيته اكتر، تمام، بقول عليه مور الكترونيجاتيف. اللي الالكترونات بتتشد منه اقول عليه less electronegative. تعالوا نشوف مرة تانية، يلا بينا. بصوا بقى الديفينيشن اهو يا جماعة. It is the ability of the atom to attract the electrons of the chemical bond. شفتوا الفرق؟ يعني مثلا يا أولاد أنا عندي HCl الهيدروكلوريك. طيب ال H هنا في إلكترون والكلورين هنا في إلكترون، أوكي، هنا في بوند بينهم. مين اللي هيقدر يشد الالكترونات اكتر؟ الكلورين. علشان كده بقول الكلورين ده الالكترونيجاتيفيتي بتاعته هاير. طيب وبيتكون عليه نيجاتيف تشارج. اون ذا اذر هاند الهيدروجين ما قدرش يشد الالكترونات بتاعت البوند ناحيته، يبقى الهيدروجين ليس الكترونيجاتيف، يبقى بيتكون عليه بوزيتيف تشارج. أجين بقى. يبقى يعني ايه يا مستر الالكترونيجاتيفيتي؟ it is the ability of the atom to attract the electrons of the chemical bond to itself. خلاص؟ طيب تمام. تعال نشوف ايه الجراديويشن بتاع الالكترونيجاتيفيتي in the periodic table. بس عايز اقول لك حاجة قبل ما اتكلم عن ايه هي الجراديويشن بتاع الالكترونيجاتيفيتي، احب انبه حضرتك على الفرق بين الالكترونيجاتيفيتي والالكترون افينيتي. الالكترون افينيتي الاتوم از سنجل جازيوس اتوم. تاني يبقى خلي بالك في الالكترون افينيتي الاتوم مالها سنجل جازيوس. ذا اتوم از سنجل، ادي شرط، وايه كمان؟ وجازيوس. لكن في الالكترونيجاتيفيتي لا، ادي اتوم A وادي اتوم B وفي بينهم كيميكال بوند، واتيفر البوند دي سواء كانت ايونيك او كانت كوفالنت، اوكي. طيب هو هنا انا هتكلم على ايه؟ هتكلم على الجراديويشن اوف الكترونيجاتيفيتي اند بيريودك تيبل. طيب ماشي، هتتكلم فين الاول؟ في الهوريزونتال بيريودز، اوكي. بص بقى انا دايما بحب لما اتكلم على البيريود الجراديويشن
في البيريود بحب اكتب قدامي ها بيريود معينه علشان اشرح عليها. طب يلا بينا يا اولاد، انت عند حضرتك في مثلا بيريود 2 يا جماعه عباره عن ايه؟ ليثيوم 3، بريليوم 4، بورون 5، كربون 6، نيتروجين 7، اكسجين 8، فلورين 9. طيب خلي بالك الليثيوم جروب 1A، البريليوم 2A، البورون 3A، الكربون 6 4A، نيتروجين 5A، اكسجين 6A، الفلورين 7A اللي هي الهالوجين. طب حلو قوي، افكر حضرتك باللي فات ان احنا لما بنمشي من from left to right across the period، from left to right across the period، ايه اللي كان بيحصل للراديوس؟ الراديوس كان decreases. اوكي طب ايه يا فندم اللي حصل للionization potential او الionization energy؟ increases، inversely proportional. طب يا فندم ايه اللي حصل للالكترون affinity؟ برضو عكس الراديوس، يبقى increases. كمان الالكترو نيجاتيفيتي يا جماعة، كمان الالكترو نيجاتيفيتي on moving from left to right across the period برضو الالكترو نيجاتيفيتي increases. طب هي ليه مستر increases؟ نفس السبب بتاع الionization potential، نفس السبب بتاع الالكترون affinity. اللي هو ايه مستر؟ اللي هو علشان الراديوس decreases gradually so the attraction force increases. So the ability of the atom to attract the electrons of the bond increases. تعالوا نقرأ الكلام ده مع بعض ونشوف الموضوع. بصوا بقى. يبقى الالكترونيجاتيفيتي increases as we go from left to right by increasing the atomic number. By increasing the atomic number. طب هي ليه بتincrease يا مستر انت لسه قايل؟ علشان الراديوس بيقل، يبقى الافكتيف بوزيتيف تشارج بتاع النيوكليوس بتزيد، يبقى الاتراكشن فورس يا جماعه بتزيد، يبقى الابيليتي اوف ذا اتوم تو اتراكت ا نيو الكترون بتزيد. خلي بالك، تعال نراجع تاني، يلا بينا. بص بقى كده اهو، this is due to السبب ايه؟ the increase of the effective nuclear charge and the decrease of the atomic radius. ايوه قلنا الراديوس بيقل، يبقى الابيليتي of the atom to attract the electrons of the bond to itself increases. تمام كده يا جماعه؟ بص يا اولاد، البيريود اللي انا كاتبها على السبوره قدام حضرتك، على الشاشه قدام حضرتك، لما اسال حضرتك which group has the least electronegativity 1a، يبقى جروب 1A يا جماعة has least electronegativity. طب give the reason يا مستر ليه؟ لأن جروب 1A has the largest radius. يبقى هي عندها has the largest atomic radius. ده كلام جميل قوي. طب يا جماعة من البيريود اللي قدامك دي اللي أنا كاتبها، يا ترى which group has the highest electronegativity؟ أنهي واحدة؟ أيوة group 7A، group 7A. طب ليه يا جماعة؟ يبقى هنا دي highest electronegativity. ليه؟ لأن group 7A عندها smallest radii. تمام، يبقى دايما لما تلاقي element من group 7A اوتوماتيك اعرف ان هو عنده الهايست الكترونيجاتيفيتي. لما تلاقي اليمنت من جروب 1A على طول تعرف ان هو عنده ايه؟ الليست الكترونيجاتيفيتي. طيب تعالوا مع بعض بقى نشوف الجراديويشن فين في الفيرتيكال جروب. برضو لما بحب اتكلم على فيرتيكال جروب لازم احط قدامي جروب معينه كده علشان اعرف القصه ماشيه ازاي. ايه رايكم يا اولاد ناخد جروب 1A اللي هي الالكالي ميتال؟ طيب انت عندك ليثيوم 3، انت عندك صوديوم 11، عندك بوتاسيوم 19، عندك رابيديوم 37،
عندك سيزيوم 55، وكمان يا جماعة عندي الفرانسيوم 87، لكن الفرانسيوم مش هتكلم عنه دلوقتي لأن هو راديو أكتيف إليمنت. طيب تعالوا نفكر بعضينا يا أولاد كده يا جماعة، as we go down the group إيه اللي بيحصل؟ أيوة الراديوس increases. جميل. طب يا مستر برضو لما بتنزل تحت خلي بال حضرتك معايا، انت قلت ان الراديوس increases تمام، طب يا فندم ايه اللي بيزيد بقى؟ ايه اللي عكسه؟ ايه اللي بيقل بقى؟ الايونيزيشن بوتنشال ديكريز، الالكترون افينيتي ديكريزز، وكمان بقى النهارده الالكترو نيجاتيفيتي مالها ديكريز. تبالك يا اولاد. يبقى يا مستر بعد اذن حضرتك في الالمنتس دي خلينا بلاش نتكلم على الفرانسيوم لان الفرانسيوم راديو اكتيف، واحنا قلنا مش هنتكلم عن الراديو اكتيفيتي دلوقتي، هنتكلم ان شاء الله عن فرانسيوم باذن الله في الترم اللي جاي. طيب من الالمنتس اللي قدام حضرتك دول قول لي مين اقل واحد في الالكترونيجاتيفيتي؟ ها برافو عليك، السيزيوم. السيزيوم يبقى ده عنده least electronegativity. طب give the reason يا مستر، لان هو has the largest atomic radius. طب برضو من الالمنتس اللي قدامك دول هاتلي مين الالمنت اللي عنده highest electronegativity. برافو الليثيوم. ليه يا مستر؟ لان الليثيوم هنا عنده smallest atomic radius. عنده smallest atomic ايه؟ radius. تعالوا نراجع على الكلام اللي احنا قلناه دلوقتي، وياريت لو معاك ورقة وقلم عشان تكتب معايا النوتس دي. يلا بينا. بصوا بقى يا أولاد اهو الالكترونيجاتيفتي decreases as we go from up to down by increasing the atomic number. طب بعد اذن حضرتك يا مستر قول لنا ايه السبب. This is due to ايه بقى؟ الانكريز of the number of levels، لان احنا عارفين يا جماعه كل ما بننزل في energy level زياده بيزيد. يبقى this is due to the increase and the number of energy levels which increase. بتزيد. طيب وبعدين so the atomic radius increases. طب وبعدين الability of the atom to attract electrons of the bond to itself decreases. decreases ليه؟ لان الradius بيزيد. تعالوا بقى كده ادي البريودك تيبل قدامنا اهو يا شباب. خلي بالك لما بنمشي من الشمال لليمين فروم ليفت تو رايت، ها تعالوا نراجع كده، قلنا الاتوميك راديوس يا مستر ايوه ديكريزز. طب ايه يا فندم اللي انكريزز؟ النهارده خدنا الالكترونيجاتيفيتي. طب ايه كمان؟ قبل كده خدنا الايونيزيشن بوتنشال، وكمان خدنا يا جماعه الالكترون افينيتي. ده كلام جميل قوي. طب يا فندم قدامك البريودك تيبل اهو، تقدر تحدد لي مين اكتر اليمنت عندك هنا في الالكترونيجاتيفيتي؟ ها جدول قدامك اهو، سؤال جالي ها وجاب لي الجدول ده كويس، قال لي كده ها find the most electronegative element. اخد مين بقى؟ برافو عليك، اخد الاف 9. طب خدت الـ F9 ليه يا مستر؟ Because it has the smallest radius. طيب الـ elements برضو هي اللي قدامك الـ periodic table هو، وقال لي حدد لي من الـ elements اللي قدامك دي الـ least electronegative element. برافو عليك السيزيوم. طب السيزيوم ده فندم موقعه فين؟ ها ايوه left down صح زبط كده، يبقى down to the left مش كده؟ اهو يبقى ده يا فندم اهو down to the left. أمال حضرتك الفلورين؟ لا ده بقى up تمام to the right. أكمل يلا بينا. بص بقى بيقول لي الأتومز of group 7A اللي هي الهالوجينز يا جماعة are the greatest in electronegativity. طب ليه؟ because they have the smallest radii. while the atoms of group 1A are the lowest in electronegativity. ليه يا مستر؟ because they have the largest radii. تعال نشوف النوت الثاني. Increasing the value of electronegativity indicates the increase
of the ability of the atom to attract the electrons of the chemical bond, while the value of electron affinity refers to release the energy from the atom. يعني يا جماعة احنا عندنا لما نيجي كده نمشي from left to right, تمام, الالكترونيجاتيفيتي بيحصل لها ايه؟ بتزيد. يعني مثلا حضرتك هتلاقي الفلورين ده هنا اخر واحد في جروب 7A, الالكترونيجاتيفيتي بتاعته 4. قبليه يا جماعة ده فلورين 9, قبليه الاكسجين هتلاقيه 3.5, قبليه النيتروجين هتلاقيه 3, قبليه الكربون هتلاقيه 2.5. شايف ازاي؟ طب انت عايز تقول ايه؟ عايز اقول ان انا لما بمشي من الشمال لليمين شايف الفاليو بتاع الالكترونيجاتيفيتي بتزيد. ده معناه ايه؟ ان الابيليتي تو اتراكت ذا الكترونز اوف ذا بوند تو اتسلف انكريز. لكن الالكترونيجاتيفيتي, الالكترون افينيتي, اسف, لما اقول اكس بلس الكترون ادانا اكس نيجاتيف ايون, والدلتا اتش هنا مثلا بنيجاتيف 200 كيلو جول. الفاليو دي يا فندم معناها ايه؟ طالما الدلتا اتش بالنيجاتيف قلنا الحصه اللي فاتت يبقى دي عباره عن ريليزد انرجي. تمام يا جماعه؟ يبقى دي معناها ايه يا مستر؟ ريليز انرجي. ده كلام جميل جدا. يلا بينا يا شباب نشوف كده الاسئله دي. الكويشنز دي يا جماعه هنراجع بيها على الدرس. بيقول لك ايه؟ ذا هايست اليمنت ان الكترونيجاتيفيتي از الفلورين. طب حضرتك ايه اللي عرفك ان هو الفلورين؟ ايوه برافو, لان هو has the smallest atomic radius, يبقى ياخد الفلورين. ليه؟ اكتب السبب معايا. because it has the smallest atomic radius. نفس السؤال يا جماعة, وجيت قلت لك مين عندك هنا عنده smallest atomic أو smallest electronegativity؟ ها مين في دول أصغر واحد في الإلكترونيجاتيفتي؟ أرتبهم يا مستر, أنت عودتنا. أدي F9 في جروب 7A, تحتي CL, تحتي CL 17, وبعدين هنا يا مستر أدي O 8, وبعدين هنا يا مستر النيتروجين 7. تمام؟ يبقى مين هنا يا فندم أقل واحد؟ أقل واحد هنا يعتبر مين؟ تمام, النيتروجين. أقل واحد هنا الإيه؟ النيتروجين. تمام؟ لأن أنت لما بتمشي من الشمال لليمين الراديوس ديكريز. The electronegativity of the elements through the horizontal period increases as A, as their A. كمل انت. طيب تعال نشوف. As the atomic radii increase, ولا the atomic number decrease, ولا A and B, ولا the atomic radii decrease. الاتوميك radii decrease. برافو عليك. ايه رأيكم ناخد كمان سؤال؟ بيقول لحضرتك ايه؟ The atomic radii of four different representative elements in the same period. دي أهم جملة. In the same period. خلي بالك. A 1.34, B 2.11, C 0.73, will A B 1.74. So the highest element in electronegativity. طب يا ترى يا جماعة أنا عايزك أنت بقى تجاوب, أنا مش هجيب الإجابة. مين فيهم عنده الـ highest electronegativity؟ واحد يقول لي أنا ما ينفعش أجاوب كده. طب أنت عايز إيه؟ رتبهم ورا بعض كده according to the decrease in the radius. أكبر يا جماعة radius هيبقى على إيدي الشمال. يبقى دي البي. ماشي؟ greater than. مين اللي بعديه في الترتيب؟ ركز كده. براف الدي اهو الدي. اوكي مين اللي بعديه يا جماعه في الترتيب؟ بص ما هو ده 2.11 والدي 1.74. طيب جريتر ذان الدي جريتر ذان مين؟ ايوه تمام الاي 1.34. اوكي طيب مين بقى اللي عنده الـ smallest atomic radius؟ جدع السي 0.73. مين بقى الـ highest electronegativity؟ طبعا السي highest electronegativity. طب بالمرة
مين ها ال smallest electronegativity ال B بالضبط smallest electronegativity مظبوط يا شباب؟ تعال نشوف الإجابات مع بعض، هل ال A ولا B ولا C ولا D؟ ها ناخد ايه؟ ناخد السي. ها اكتب كده السؤال ده عشان ده سؤال جميل. طيب تعالوا يا جماعة ننتقل بعد كده لموضوع جديد اسمه الميتالز بروبرتي. احنا كده يا جماعة خلصنا الالكترونيجاتيفيتي، هتكلم على الايه؟ الميتالز بروبرتي. طيب في الحقيقة علشان اتكلم على الميتالز يا جماعة تمام، تعالوا نشوف كده مع بعض هو الميتال اعرفه ازاي في البريودك تيبل. هقول لك برضو هبدا بالبيريود اللي دايما انا بحب ادي عليها اكزامبل اللي هي بيريود 2. ادي يا عم ليثيوم 3، بريليوم 4، بورون 5، كربون 6، نيتروجين 7 تمام، واكسجين 8، وفلورين 9. فين يا فندم الميتالز عندك؟ جروب 1A وجروب 2A دول ميتال. طب يا فندم فين النون ميتال؟ النون ميتال حضرتك 5A ان جنرال يعني، و6A و7A، وبالمره ال4A احيانا يبقى نون ميتال وغالبا بيبقى ميتالويد. ايه ده بقى؟ يعني ده هنا ذا سترونجست ميتال ان ذا بيريود. خلي بالك من الكلام ده، هنا smallest او strongest ايه بقى؟ non-metal. طيب يا مستر جروب 3A ده البورون ده اسمه ايه؟ يا جماعة ده اسمه metalloid، يعني بين البنين، ها ما بين الميتال والايه؟ والنون-metal. طيب انا اعرف منين يا مستر بعد اذنك الميتال؟ لما اجي اكتب الالكترونيك كونفيجريشن الفالنس شيل يا جماعة. طبعا انت عارف 1A بيبقى ends with NS1 فيها الكترون واحد، كل دي ميتال. طب 2A ends with NS2، الفالنس شيل عنده 2 الكترون. 3A تمام ما عدا البورون كلها ميتال، كلها ايه؟ ميتال. طب بتنتهي بايه؟ NB1. يعني انت عايز تقول ان الميتال الفالنس شيل بتاعه يا اما في واحد يا اما في 2 يا اما في 3. خلي بالك. طب وبعدين بيحب بقى الميتال يعمل ايه يا جماعه؟ بيحب يعمل لوزنج للالكترونز دي converting into positive ion او بنسميه كاتاين. عشان كده يا اولاد دايما الميتالز بنقول عليها الكترو بوزيتيف اليمنت. تاني الميتالز بنقول عليها الكترو بوزيتيف اليمنتس. ليه بقى؟ because they tend to lose the outermost energy level converting into cation. تمام؟ طيب الميتال النون ميتال بقى يا مستر نعرفها ازاي؟ اقول مستوى الطاقة الأخير الفالنس شيل يا إما في 5 إلكترون أو 6 إلكترون زي جروب 6A أو 7 إلكترون زي جروب 7A. طب بتعمل إيه بقى؟ they tend to gain electron. يبقى يا جماعة لما أكتب electronic configuration ولاقي في الـ outermost energy level 5 أو 6 أو 7 أو 8 إلكترونات يبقى دي وإنت مغمض دي بتكون إيه؟ non-metal. النون ميتالز بقى يا جماعه عكس الميتالز، يعني ايه؟ تند تو جين الكترون. طب واما هي يا مستر تعمل جين للالكترونز تعمل ايه بقى؟ ايوه برافو عليك، تتحول لنيجاتيف ايونز او بنقول عليها انايون. بنقول عليها ايه؟ انايون. اتفقنا يا اولاد؟ طيب خلي بالك احنا عارفين ان احنا لما بنمشي من الشمال لليمين الريدياس بيقل. طب انت عايز تقول ايه؟ عايز اقول دايما الميتالز عندها لارج اتوميك راديوس. طب وطالما لارج اتوميك راديوس يبقى سمول لسه قايليه ايونيزيشن انرجي، ايوه برافو، الكترونيجاتيفيتي والكترون افينيتي. لكن دايما النون ميتال الراديوي بتاعها بيبقى صغير، سمول راديوي. طب طالما الراديوي صغير يبقى ايه بقى اللي كبير؟ برافو، ايونيزيشن بوتنشال والالكترونيجاتيفيتي والالكترون افينيتي. جدع. دايما الميتالز يا جماعه، ها احنا عندنا سلوك الكهرباء في البيت عباره عن ايه؟ ها سلوك الكهرباء اللي في البيت عباره عن ايه؟ برافو عليه، عباره عن كبر، عباره عن ميتال او احيانا الومنيوم. خلاص. طيب اشمعنى الالكتريك واير
استخدمنا فيها الميتال، لأن الميتال يا جماعة بيكون الراديوس عنده كبير، وبالتالي الفالنس إلكترون كان موف فريلي from one side to another. وانت عارف خدت في الفيزيكس، خدت في الفيزيكس ايه هو الالكتريك كارنت؟ A stream of electrons which move from one side of the conductor to the other side. وبالتالي الميتالز عشان الرادياي بتاعتها كبيرة، بنلاقي ان الالكترونز كان موف فريلي from one side to another. بعكس النون ميتال بتلاقيها ايه؟ ما بتوصلش كهرباء، يعني ايزوليتورز ما بتوصلش كهرباء، طبعا ما عدا كربون ده ابنورمال ستيت. طب هو ليه يا مستر النون ميتال تعتبر ايزوليتور بعد اذنك؟ ايه السبب؟ علشان الرادياي بتاعتها صغير. طب واما الرادياي صغيره يحصل ايه؟ تبقى الالكترونز سترونجلي بوندد تو ذا اتوم، يبقى الالكترونز ما بتتحركش. وطالما عند حضرتك في الكترونز ما بتتحركش يبقى ما فيش الكتريستي. يلا بينا نراجع بقى اللي احنا قلناه. خلي بالك، قلنا ان الميتال تمام الفالنس شيل filled with less than half its capacity، يعني كم يا مستر؟ يعني يا اما 3 الكترون يا اما 2 الكترون يا اما 1. يبقى لما اجي اوزع توزيع الكتروني electronic configuration والاقي 1 او 2 او 3 تمام، يبقى ده mostly بيبقى ميتال. طيب they tend to lose electrons and convert into positive ions. قلنا يا جماعة بتدي cations. They are electropositive. تمام؟ طب نشوف كمان property. They are good conductors for electricity. طب استنى بقى give reason يا عم. ليه؟ علشان الرادياي بتاعتها كبيرة. So the electrons can move freely from one side to the other. Okay? Cesium. السيزيوم يا جماعة، ده السيزيوم ده فين يا مستر؟ down to the left، أسفل يسار الجدول الدوري، down to the left is the most active metal. exist فين بقى؟ bottom to the left، أهو to the left تمام؟ of the table. وتعالوا نشوف بقى ال they have large atomic radius. يبقى الراديوس large. طالما large atomic radius ايه بقى اللي عكسه؟ small ionization energy، اهو ionization energy صغير، electron affinity و electro negativity و electro negativity. واضح يا جماعة؟ طيب تعالوا نشوف ال graduation of metallic property in the periodic table. طب تعال in the horizontal period، انا لسه قايلها من شوية، لما بتمشي من الشمال لليمين يا جماعة ايه بقى اللي بيحصل؟ انت عندك قلنا الليثيا ده strongest metal، وبعديه اقل منه البريليوم، وبعدين البورون قلنا metalloid، وبعدين الكربون ده non metal، والنيتروجين stronger non metal، اكسجين stronger non metal، فلورين 9 the strongest non metal، لان هو had the smallest radius so its ability to attract a new electron is very high. طيب تعالى نشوف الكلام ده تاني مع بعض ونراجع يا ولاد. يلا بينا. بص بقى بيقول لك ايه؟ The metallic character decreases with the increase in the atomic number as we go from left to right. طب ليه؟ Give reason. Due to a decrease in atomic radii. يبقى بيحصل يا جماعة خلي بالك. Decrease in atomic radii and increase in attraction force from the nucleus تمام on the outer electrons and losing electrons become difficult. تاني يا جماعة يبقى خلي بالك الميتاليك كاركتر بتقل لما بنتحرك من الشمال لليمين. تمام ليه؟ زي ما قلنا من شوية، لأن الاتوميك ريدياي تمام، لأن الاتوميك ريدياي بيقل خلاص، و طبعا بيحصل increase in the attraction force from the nucleus on the outer electrons and the losing electron becomes a difficult. طيب يعني اكتر واحد يقدر يفقد الكترونات هو في جروب 1A، لان الراديوس بتاعه بيكون كبير جدا، لكن اقل واحد بيفقد الكترونات هو الفلورين طبعا. ده بيكتسب الكترونات مش بيفقد. تعالوا نشوف الكلام ده اهو. بص يا جماعه لما بتمشي بقى
من اليمين للشمال increase in the metallic character. شايف increase يعني عندي ال 1A تمام دول ال strongest metal تمام، وقلنا أقوى واحد هو السيزيوم down to the left، لكن على إيدك اليمين في جروب 7A اللي هي الهالوجين اللي هي هنا آدي ده strongest non-metal تمام، والجروب كلها تعتبر strongest non-metal تمام. بص بقى في الفيرتيكال جروب لما بننزل يا جماعة من فوق لتحت، من فوق أهو ننزل كده أهو from up to down، إيه اللي بيحصل؟ الميتاليك بروبرتي انكريز. طب ليه يا مستر الميتاليك بروبرتي انكريز؟ عشان الريديوس بي انكريز، يبقى الابيليتي تو لوز الكترون بتزيد. يعني انت عايز تقول ان الميتاليك بروبرتي تزيد لما الاليمنت يفقد الكترون بسهوله. بالظبط كده. طب مين اكتر واحد في البريودك تيبل اللي قدامك ده يقدر يفقد الكترونات بسهوله؟ مين؟ برافو عليك، السيزيوم فعلا، عشان كده هو ده السترونجست ميتال ات اول تمام. طيب تعال كده نشوف the metallic character increase with the increase in the atomic number. ليه؟ as we go طبعا from up to down. ليه يا فندم؟ as by increasing the atomic number the atomic radii بيزيد increases which facilitate the separation of a of electron. كويس قوي. تعالوا بقى نتكلم على تعالوا نتكلم على النون ميتال. النون ميتال يا جماعة دي عبارة عن elements whose valence shell filled with more than half its capacity. يعني كام؟ يعني 5 أو 6 أو 7 أو حتى 8. بس الثمانية ده نون ميتال. بس ده النوبل جاز. ده النوبل ايه؟ جاز. ما هو برضو نون ميتال. طيب 10 النون ميتال يا جماعة دايما tend to gain electron. convert into a negative ion اللي بنقول عليه anion. جميل قوي. they are electronegative element. يبقى ليه؟ عشان هما بيكتسبوا الكترونات. طيب they do not conduct electricity. طب ليه يا مستر؟ علشان الالكترونز are strongly bonded to the atom. طب ما بيوصلش كهرباء. فلورين اللي هو ال F9 يا جماعة is the most active non-metal. exist فين؟ top to the right. top to the right hand side of the table. They have small atomic radius. طب لو سمحت، طالما small atomic radius يبقى ايه؟ يبقى high ionization energy, high electron affinity, وكمان high electronegativity. ليه؟ لأن ال R inversely proportional مع الثلاثة properties ال IE وال IA وال EM. طيب خلي بال حضرتك، تعال نشوف ال graduation of non-metallic property in the periodic table. In the horizontal period, أنا لسه قايلها من شوية. لما بنمشي من الشمال لليمين، تمام؟ ال non-metallic property بتزيد. ليه؟ لأن ال radius بيقل وال ability to gain an electron بتزيد. تعال نشوف. أهي. The non-metallic character increase with the increase in the atomic number as we go from left to right. Give reason. علشان ايه يا جماعة؟ علشان الاتوميك ريدياي تمام؟ والاتوميك ريدياي بيقل decrease وبيحصل increase in the attraction force from the nucleus on the outer electrons which facilitate the gaining of electron. تاني يبقى انت لما بتمشي من الشمال لليمين الريدياس بيقل، يبقى الابيليتي of the non-metal to gain an electron بتزيد. تعال نشوف in vertical group. The non-metallic character بتقل. طب ليه بقى؟ With the increase in the atomic number. As we go from up to down. By increasing the atomic number. طب give reason. علشان the atomic radii increases. Will gaining of electron become difficult. تمام يا جماعة؟ لأنك لما تنزل تحت the radius بيزيد. وبالتالي the ability of the atom to attract any electron بتبقى very difficult. آخر حاجة أتكلم عنها النهاردة يا جماعة الميتالويدز. الميتالويدز دي بتبقى in between. يعني إيه in between؟ يعني between الميتالز والنون-ميتالز. أوكي؟ الميتالويدز زي ما قلت لك زي البورون مثلا، البورون 5
ده ميتال لويد. الانرجي ليفل بتاعها بيبقى نيرلي ها الانرجي ليفل بيبقى نيرلي هاف فيلد، يعني يا اما 4 او 3 او 5، يعني مش شرط يبقى 4 على فكره، ممكن 4 زي السيليكون. السيليكون فعلا ها الانرجي ليفل بتاعه الاوتر موست بيبقى فيه 4، لكن البورون الاوتر موست انرجي ليفل فيه 3. تمام، الكربون فيه 4 بس ده نون ميتال، خلي بالك يعني مش شرط يبقى 4 يبقى ايه يبقى ميتال لون. هي عبارة عن إيه؟ They have metallic appearance، يعني تيجي تشوفها كده تلاقيها بتلمع عاملة زي الميتال، لكن most of the properties of non-metal. طيب كمان الإلكترونيجاتيفتي intermediate، متوسطة ما بين الميتالز والنون-metal. ليه؟ عشان الرادياي بتاعتها intermediate. طيب their electric conductivity is less than metal لكن more than non-metal، لكن more than non-metal. إيه كمان؟ They are used in the manufacture of electronic instruments، الأجهزة يا جماعة الكهربية زي إيه؟ الترانزستور، وطبعاً كل الأجهزة يا جماعة فيها ترانزستور. ليه؟ لأن هي semiconductor. يعني يا مستر semiconductor؟ أشباه موصلات، أشباه موصلات. أوكي؟ طيب الميتالويد زي إيه؟ زي البورون 5 يا جماعة، زي السيليكون، زي السيليكون، زي الجرمانيوم، زي الأرزينك، زي الأنتيموني، زي التيليريوم، زي الأسيتاتين. كل دي يا فندم عبارة عن إيه؟ ميتالويد. كل دي عبارة عن إيه؟ ميتالويد. خلي بالك دايماً البيريود begins with strongest metal، ده بيبقى في جروب 1A الألكالي ميتال. Then الميتاليك بروبرتي decreases gradually، تبدأ تقل واحدة واحدة، و by increasing the atomic number till we reach metalloid. يبقى الميتالويد يا جماعة بيبقى في الوسط. Then the non-metallic property appear and increase gradually till the period end with the strongest non-metal. دايما البيريود بتخلص بالstrongest non-metal، وده زي ما قلت لك بيبقى في جروب 7A اللي هو الهالوجين. يعني زي ما قلت لحضرتك أنا عندي الليثيوم ده strongest ميتال في البيريود، البريليوم الميتاليك كاركتر اقل شويه، البورون ده ميتالويد، الكربون 6 ده ويك نون ميتال، النيتروجين سترونجر نون ميتال، اوكسجين سترونجر، اف 9 سترونجست نون ميتال. ها يا جماعه ليه؟ لان هو اصغر ريديوس، اصغر ريديوس. بص بقى، all metals exist in left hand side of metalloid while a non-metal exists in right side of a of metalloid. خلي بالك من حتة. طيب the strongest metal اللي هو السيزيوم 55 ده موجود فين يا فندم؟ bottom left side of the periodic table، while the strongest non-metal اللي هو الفلورين 9 يا جماعة زي ما قلنا exists فين؟ top right side، top right side. اوكي ادي ده بقى بشكل كده بيوضح لي، وده احنا قلناه من شويه يا جماعه. تمام، ان انت لما بتمشي من الشمال لليمين الراديوس ديكريزز. طب ايه اللي بيانكريزز؟ الايونيزيشن، ايونيزيشن انرجي، والالكترون افينيتي، والالكترو نيجاتيفيتي. مش كده يا اولاد؟ شكرا جزيلا لحضراتكم. كان مع حضراتكم مستر حسام فكري، إدارة المدارس الرسمية للغات. شكرا جزيلا لحضراتكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.